السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، درسنا اليوم في مادة العلوم من دروس الصف الثالث الإعدادي، ودرسنا اليوم بعنوان النقل عمليات الأيض في الخلية الجزء الثاني. أهداف درسنا لهذا اليوم هي كالتالي: توضيح كيف تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية خلال عملية البناء الضوئي، كتابة المعادلة الكيميائية الرمزية الممثلة لعملية البناء الضوئي، توضيح المقصود بمفهوم الأيض، توضيح دور الأنزيمات في عملية الأيض، كذلك التمييز بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي، توضيح عملية التخمر، وأخيراً وصف العلاقة المتبادلة بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي. سنوضح الآن مفهوم عملية البناء الضوئي. عملية البناء الضوئي هي عملية صنع السكر، الغذاء في المنتجات النباتات بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في الغذاء. صنفت المخلوقات الحية إلى منتجات ومستهلكات. المنتجات كالنباتات هي التي تقوم بصنع غذائها بنفسها، بينما المستهلكات لا تستطيع ذلك، حيث أن النباتات تحتوي على صبغة يطلق عليها الكلوروفيل، حيث تقوم تلك الصبغة الخضراء في النباتات بعملية البناء الضوئي. توجد صبغة الكلوروفيل في البلاستيدات الخضراء في الخلايا النباتية كما هو موضح لنا هنا في ذلك الشكل. تقوم النباتات بتخزين السكر الزائد على هيئة نشا أو مواد كربوهيدراتية أخرى تستعملها للنمو والاستمرار في الحياة والتكاثر. ويمكن التعبير عن عملية البناء الضوئي من خلال معادلة كيميائية رمزية لما يحدث داخل البلاستيدة الخضراء من خلال تلك المعادلة: ثاني أكسيد الكربون زائداً الماء في وجود الطاقة الضوئية ينتج الغذاء وهو الجليكوز، سكر الجليكوز، وسكر الجليكوز عبارة عن 6 ذرات من الكربون و12 ذرة من الهيدروجين و6 ذرات من الأكسجين، زائداً غاز الأكسجين، والذي عادة نستفيد منه عندما نضع نباتات في الغرفة في تلطيف الجو، حيث أن عملية البناء الضوئي توفر لنا غاز الأكسجين وتعمل على تنقية الهواء. ما المقصود بعمليات الأيض؟ عمليات الأيض هي جميع التفاعلات الكيميائية التي تتم في عمليتي البناء، ومنها البناء الضوئي كما ذكرنا سابقاً والهدم. تحتاج عمليتي البناء والهدم إلى الأنزيمات. فماذا نقصد بمفهوم الأنزيمات؟ الأنزيمات تسرع من التفاعل الكيميائي فتحدث تغييراً ولكنها لا تتغير، وتستعمل أكثر من مرة. لنوضح مفهوم الأنزيمات من خلال الحياة العامة، فأنت في المنزل عندما تقوم بفتح العلب مثلا في المنزل، ستستعمل مفتاحا واحدا لفتح العلب. علبة الفول مثلا ستفتحها، سيتغير شكل العلبة، في حين أن المفتاح لا يتغير، يمكنك استعماله أكثر من مرة لفتح جميع العلب. مفهوم الإنزيم
تقريبا مقاربا لمفهوم مفتاح العلب في المنزل، إذ أن الأنزيم يسرع من التفاعل. كما نلاحظ هنا الأنزيم هنا مثلا يلتصق بالجزيئات الكبيرة لكي يكسرها إلى جزيئات صغيرة، ولكن يخرج الأنزيم كما هو لا يتغير. تعمل الأنزيمات في عمليات الهدم على تكسير الجزيئات كما لاحظنا في هذه الصورة، فإن الأنزيم يلتصق بالجزيء الكبير ويعمل على تكسيره إلى جزيئات صغيرة في عمليات الهدم. ويمكن أن يلتصق هذا الأنزيم بالجزيئات الصغيرة في عملية عكسية يطلق عليها البناء، إذ أن الأنزيمات يمكنها أن تدخل في تسرع من عمليات الهدم وعمليات البناء، ولكن الأنزيم يظل كما هو. ولا بد أن نركز أن لكل تفاعل أنزيم خاص في الخلية. هناك الكثير من الأنزيمات في الخلايا، لكل تفاعل أنزيم خاص. مفهوم التنفس الخلوي، ماذا نقصد بالتنفس الهوائي الخلوي؟ التنفس الهوائي الخلوي هي تفاعلات كيميائية تحلل جزيئات الغذاء المعقدة باستخدام الأكسجين. ركزوا هنا، تنفس هوائي باستخدام الأكسجين إلى جزيئات أبسط منها، فتحرر الطاقة المخزنة فيها. فإنك أثناء ما تقوم بنشاط رياضي سوف تشعر باحترار في جسمك. ما سبب هذا الاحترار؟ سبب هذا الاحترار إن العضلات تقوم بعملية التنفس الهوائي الخلوي، تنتج كمية من الطاقة، جزء منه يساعدك في الحركة والجزء الآخر هو يتحول على هيئة حرارة. وأثناء عملية التنفس الخلوي تلاحظ بأنك تتنفس بكميات كبيرة، لأنك تحتاج هنا إلى أخذ كمية عالية من الأكسجين للقيام بعملية التنفس الخلوي. الأنزيمات ضرورية لحدوث عملية التنفس الخلوي لتسرع تلك التفاعلات. الغذاء الذي نتناوله يتحلل وينتج طاقة، وذلك في عضية يطلق عليها الميتوكوندريا باستهلاك طبعاً الأكسجين. إذن هنا يتحلل الغذاء وتنتج لنا طاقة في الميتوكوندريا باستهلاك الأكسجين. ينتج عن هذه العملية ثاني أكسيد الكربون، وتتحرر طبعاً وماء، وتتحرر كميات من الطاقة، كميات جداً كبيرة. نستطيع أن نعبر عن عملية التنفس الهوائي من خلال المعادلة الكيميائية التالية. فهنا جزيء الجليكوز يتحلل باستهلاك الأكسجين، وينتج عن هذه العملية ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة. ركزوا هنا، نحتاج في عملية التنفس الخلوي إلى الأكسجين، وينتج عنها مقدار كبير من الطاقة. الآن سنتكلم عن مفهوم التخمر. لكي نوضح هذا المفهوم، في بعض الأحيان عندما تقوم بالركض السريع وعلى الرغم من التنفس
وأخذ كميات كبيرة من الأكسجين، إلا أن العضلات لا يصلها قدرا كاف من الأكسجين، تكون كمية الأكسجين التي تصل إلى العضلات قليلة، لذلك تقوم بعملية أخرى يطلق عليها التخمر. فما المقصود بعملية التخمر؟ هي عملية يتم من خلالها الحصول على بعض من الطاقة المخزنة في جزيئات السكر دون وجود الأكسجين، على عكس من التنفس الخلوي. التنفس الخلوي في وجود كمية كافية من الأكسجين، بينما التخمر دون وجود الأكسجين. نواتج عملية التخمر تعتمد على الكائن الذي يقوم بتلك العملية، فقد تكون نواتج عملية التخمر ثاني أكسيد الكربون والكحول، وقد تكون حمض اللاكتيك. فإذا كانت عملية التخمر في الخلايا العضلية كما هنا في الخلايا العضلية، يكون الناتج حمض اللاكتيك. بعض الأحيان أثناء قيامك بالأنشطة الرياضية تشعر بألم، فيا ترى ما سبب هذا الألم؟ سبب هذا الألم هو تكون حمض اللاكتيك، وهو ناتج من نواتج عملية التخمر الذي يسبب ألماً في العضلات. أيضاً يمكن للبكتيريا أيضاً أن تقوم بعملية التخمر، لذلك تستخدم هذه الطريقة، طريقة التخمر من خلال تخمر البكتيريا في تصنيع الزبادي والأجبان. إذن نركز هنا، إذا كانت عملية التخمر في الخلايا العضلية ينتج حمض اللاكتيك، وهو ما يسبب ألماً في العضلات، وأيضاً يمكن الاستفادة من عملية التخمر في البكتيريا في تصنيع الزبادي والأجبان. أما إذا كانت عملية التخمر في الخميرة، وهو كائن وحيد الخلية يعد من الفطريات، فإن نواتج عملية التخمر تكون ثاني أكسيد الكربون والكحول. تنتج الخميرة الكحول وثاني أكسيد الكربون كفضلات، وهو مفيد لنفخ العجين. فنحن نستخدم الخميرة، كلنا نعرف هنا الخميرة، يمكننا أن نستخدم الخميرة في عمل العجين، إذ أن تصاعد ثاني أكسيد الكربون من خلال كناتج من نواتج عملية التخمر يساعد على نفخ العجينة، كما يتكون الكحول وهو ما يعطي رائحة نفاثة من العجينة. يمكنكم أن تقوموا بتجربة بسيطة في المنزل، وذلك للتعرف على نواتج عملية التخمر من خلال خلط كمية من السكر مع كمية من الخميرة، كما نلاحظ هنا الخميرة المستخدمة في المنزل لعمل البيتزا وعمل الكثير من العجائن، واستخدام كمية من الماء الدافئ. سيحدث تفاعل، أي ستحدث هنا عملية تخمر بالقنينة كما هو ملاحظ أمامكم. سنلاحظ هنا وجود فقاعات في الأنبوبة، وذلك دليل على تصاعد ثاني أكسيد الكربون من عملية التخمر، لأن الخميرة هنا قامت بعملية التخمر، أي حللت جزيئات السكر ونتج عن ذلك التحلل ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكننا أن نستدل عليه من خلال وضع بالونة، فسنلاحظ أن البالونة انتفخت، دليل على تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. أما الآن فسنتكلم عن العلاقة المتبادلة بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي.
البناء الضوئي والتنفس الخلوي عمليتان مهمتان متعاكستان، فماذا نقصد بأنهما عمليتان متعاكستان؟ نواتج إحدى العمليتين تستهلك في الأخرى. كيف؟ خلال عملية البناء الضوئي ينتج الأكسجين والسكر. خلال عملية البناء الضوئي ينتج الأكسجين والسكر اللذان يستعملان في عملية التنفس الخلوي. لاحظوا هنا، ينتج الغذاء والأكسجين واللذان يستعملان في عملية التنفس الخلوي. أما في عملية التنفس الخلوي فينتج ثاني أكسيد الكربون والماء، واللذان يستعملان في عملية البناء الضوئي. إذن نواتج إحدى العمليتين تستهلك في الأخرى. لولا رحمة الله سبحانه وتعالى في خلق هاتين العمليتين المتكاملتين لاستحالت الحياة. نشاط تقييمي واحد، قارن بين عمليات الطاقة في الجدول التالي من خلال ما تعلمته سابقا. وجه المقارنة سيكون بين عمليات الطاقة التالية: البناء الضوئي، التنفس الخلوي، التخمر. من حيث مصدر الطاقة، أين تحدث في الخلية العضية المسؤولة عن ذلك؟ المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل. دقيقة واحدة أو دقيقتين للتفكر في هذا السؤال. الإجابة كالتالي: مصدر الطاقة في البناء الضوئي الشمس، في التنفس الخلوي الطعام، كذلك التخمر الطعام، إذ يتفق التنفس الخلوي والتخمر في مصدر الطاقة. أين تحدث في الخلية؟ البناء الضوئي لبلاستيدات الخضراء لوجود مادة الكلوروفيل فيها، أما التنفس الخلوي في الميتوكوندريا، أما التخمر فيتم في السيتوبلازم. المواد المتفاعلة هي في البناء الضوئي ثاني أكسيد الكربون والماء وضوء الشمس، أما في التنفس الخلوي المواد المتفاعلة الغذاء والأكسجين، أما في التخمر الجلوكوز، طبعا هنا في عدم وجود الأكسجين لأننا قلنا بأن التخمر لا يتم في عدم وجود كمية كافية من الأكسجين.
المواد الناتجة في البناء الضوئي الغذاء والأكسجين، وهي لو تلاحظون مواد متفاعلة للتنفس الخلوي. أما بالنسبة إلى التنفس الخلوي فالمواد الناتجة ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة، لاحظوا هنا هي مواد متفاعلة للبناء الضوئي، إذن العمليتان عكسيتان. التخمر، المواد الناتجة قلنا بأنها تعتمد على الكائن الذي يقوم بعملية التخمر، ففي العضلات ينتج حمض اللاكتيك وهو كما قلنا سبب الألم في العضلات. أما في الخميرة، فطر الخميرة، فيكون نواتج عملية التخمر ثاني أكسيد الكربون والكحول، كما لاحظنا في التجربة السابقة تصاعد ثاني أكسيد الكربون من خلال نفخ البالون. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، شكراً على حسن متابعتكم، ألقاكم مجدداً في درس آخر، مع السلامة.